السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطلبات الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ماث فور فري. النهاردة بإذن الله هناخد ليسن 2 من يونت 1 ودرس الـ Properties of Ratio. نركز مع بعض ويلا نبدأ الدرس. إن شاء الله إحنا نعود نفسنا في الترم دوت إن إحنا كل درس هناخده قبل ما ناخده هنعمل ريفيو على الدرس اللي قبله. اولا هنراجع بسرعه الدرس اللي قبله اهوت. كنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الريشيو، وقلنا ان الريشيو از ا كومباريزون اوف تو نمبرز، والريشيو كان بي ريتن ان 3 ديفرنت ويز، اي تو بي او اي تو بي او اي اوفر بي. وان الريشيو زي الفراكشن بالظبط، بس ما ينفعش يبقى في الدينوميتور هنا ايه زيرو، والريشيو ينفع نعملها سمبلست فورم. وجبنا اكزامبل، قلنا لو عندنا في السكول التيم بتاع الباسكت بول كسب 7 جيمز وخسر 3 جيمز، وحبينا نجيب الريشيو، هو عايز ان الريشيو بتوين وينز اند لوزز. قلنا الترتيب مهم، يبقى هنبدا بالوينز وبعد كده الايه اللوز تبقى 7 تو ايه 3. there are 5 fishes and 7 birds، وعايزين نجيب الريشيو بتوين الفيش والبيرد، يبقى الفيش والبرد 5 و7. طب البرد والفيش، ايه البرد والفيش 7 و5. طب الفيش والول نمبر اوف اول او الاول انيمال، يعني يلا الفيش والول ايه انيمال، يبقى الفايف والتوتال 12، يبقى 5 و12. كان عندنا بعض الامبورتنت نوتس هنا، زي الاوردر اوف تيرمز اوف ذا ريشيو از فيري امبورتنت، الترتيب مهم. ما قلنا 5 تو 7 نوت ايكوال 7 تو 5. ذا ريشيو هاز ذا سيم بروبرتي اوف اي فراكشن، يبقى الريشيو والفراكشن لهم نفس البروبرتيز. تو تيرمز اوف ذا ريشيو شود بي تو وول نمبر، يبقى الريشيو لازم التو تيرمز بتاعه يكونوا ايه يكونوا وول نمبرز. وقلنا النوتس دي مهمه برضو في اخر الحلقه اللي فاتت، the ratio between the side lengths of a collateral triangle and the perimeter 1 to 3، ماشي، وبتوين السايد لينث والبريمتر بتاع السكوير 1 to 4، وبتوين تو سايد ان سكوير 1 to 1، وبتوين اللينث بتاع الدايمتر اند سيركمفيرنس 1 to باي، والراديوس اند سيركمفيرنس 1 to 2 باي. دي طبعا كان كل الحاجات المهمه في الدرس اللي فاتت. نبدا بقى النهارده مع البروبرتي بتاعه الريشيو. To comparing two quantities to form the ratio between them they must have the same unit. يعني ايه؟ يعني ما يجيب لي حاجتين مختلفتين، مثلا يقول لي مثلا الباوند والبياستر، ما ينفعش ان اعملهم ايه اعمل لهم ريشيو، لازم الاول اخلي التو يونتس or same، خلي الاثنين زي بعض، ماشي. The ratio between two quantities of the same kind doesn't have any a units. Okay. طيب نيجي بقى اليونتس المهمة اللي عندنا اللي لازم نحفظها لانها مهمة جدا. طبعا احنا يعتبر درسناها كلها في السنين اللي فاتت، بس احنا بنراجع عليها دلوقتي. عندنا اول حاجة الميجرينج يونتس، عندنا التحولات من الكيلومتر للمتر للديسيمتر للسنتيمتر للمليمتر. قلنا من الكبير للصغير بنعمل تايم، من الصغير للكبير بنعمل ديفايد، ماشي. يعني الكيلومتر 1000 متر، المتر 10 ديسيمتر، وهكذا. ومن الصغير للكبير بنعمل ديفايد، ماشي. يعني اي مليمتر بيجي لي بعمل له ديفايد 10 عشان يدينا سنتي ايه متر اند سو اون. نيجي بعد كده the area units اللي هي بتبقى كيلومتر سكوير، اي يونت وعليها سكوير. طبعا لو خدنا بالنا ان اي يونتس في الاريا هي دبل لليونتس بتاعت الايه اللينس، ماشي. يعني هنا مثلا في 6 0 في الكيلومتر سكوير، هنا 3، هنلاقي دي دبل دي او دي هاف دي، ماشي، وهكذا. طبعا قصدي في عدد الزيروهات وليس في النمبر نفسه. بلس هنا مثلا 1 0 هنا 2، وهكذا في ايه في كله. طبعا الحاجات دي كلها احنا درسناها قبل كده. The weight units، ماشي، من الطن للكيلوغرام ومن الكيلوغرام للجرام، كلهم تايم 1000، والعكس يبقى ديفايد ايه 1000.
the capacity units اللي هي اللتر or decimeter cubic الاثنين واحد طبعا، وهنا الملي لتر او السنتيمتر كيوبيك برضو الاثنين واحد. يعني لما يجي لك سؤال يقول لك decimeter cubic وملي لتر، كانه بيقول لك من اللتر والملي ايه؟ لتر. طبعا من الكبير للصغير تايم 1000، من الصغير للكبير ديفايد 1000. نيجي بقى عند the time units. عندنا من الير للمانث، من الويك للداي، ومن الداي للاور، ومن الاور للمينت، ومن المينت للايه؟ للسكند. ماشي. الير 12 مانث، الويك 7 دايز، والداي 7 اورز 24 اورز، والاور 60 مينت، والمينت 60 ايه 60 سكند. وطبعا العكس بيبقى ديفايد. يا ريت نركز في الحاجات دي ونكون حافظينها. من الفدان للايرات، ومن الايرات للسهم. طبعا دي اليونتس بتاعت الارض. اما نيجي نقيس الارض بنقيسها بالفدان وبالايرات وبالسهم، خصوصا الاراضي الزراعيه. يعني من الفدان للايرات تايم 24، ومن الايرات للفدان برضو تايم 24. فالموضوع هنا سهل، يعني ما هوش محتاج ايه حفظ كتير. طيب من ال اي للبياستر، ال اي اللي هي الباوند للبياستر تايم 100، والعكس ديفايد ايه ديفايد 100. دي كده كل اليونتس اللي عندنا. هنبدا بقى ناخد بعض الاكزامبلز عشان نحل عليها. Find each of the following ratio in its simplest form. 50 سنتيمتر to 1.5 متر. من السنتيمتر للمتر، او من المتر للسنتيمتر. طيب اما نيجي نحل حاجه زي دي بنعمل ايه؟ دايما بنحول من اليونت الكبيره لليونت الايه؟ الصغيره. يبقى convert the large unit اللي هي المتر to the small unit اللي هي السنتيمتر by multiply ايه؟ 100. يبقى المتر دي هنعملها تايم 100 عشان تدي لك سنتي ايه؟ سنتيمتر. فهيدي لك 50 سنتيمتر زي ما هي، ودي 1.5 تايم 100 تدي لك 100 ايه؟ 150. يبقى دايما نخلي بالنا من النقطه دي، ما يجيب لك 2 units are different multiply the greatest unit او change the greatest unit to the smallest unit. غير من الكبير للصغير. كده بقى عندي 50 سنتي 150. نعمل ديفايد للاثنين. طبعا ممكن نشتري الزيرو مع الزيرو، وبعد كده ديفايد 5 ديفايد 5، او نعمل مره واحده ديفايد 50 للايه للاثنين. يتبقى لك هنا 1 وهنا ايه 3. 8 اور و 2 دايز. طبعا السيمبليفايد احنا خدناها في الحصه اللي فاتت وعارفينها، فاحنا عشان كده بن ايه بنقولها بسرعه. احنا كل اللي يهمنا في الدرس ده ازاي احول من يونت ليونت ايه مختلفه. 8 اور و 2 دايز، من اور لدي ولا من دي لاور؟ من الكبير للصغير، من الدي للاور. طب الدي كام اور؟ 24. يبقى لقيتها تفضل زي ما هي، وال2 اعملها تايم 20 ايه 4 هتديني 48. كده الاثنين بقوا اورز. نبدا نعمل سمبليفاي. هنا ديفايد 8 ايكوال 1، وهنا ديفايد 8 ايكوال كام؟ شطار، ايكوال 6. 350 جرام وهاف كيلو جرام. طبعا الكيلو نحوله لايه؟ لجرام. الهاف كيلو احنا كنا واخدينها قبل كده ايكوال 500 جرام. يبقى على طول 350 جرام ل 500 جرام، ونعمل سمبليفاي. ماشي. طبعا ممكن نعمل ديفايد 5 مثلا، او ديفايد 50 عشان يبقى اسرع. هنا ديفايد 50 ب 7، وهنا ديفايد 50 ب 10. يبقى 7 تو ايه تو 10. 3 years و 18 months. 3 years هنا year وهنا months، يبقى من الير للمانث نحول من الكبير للصغير. الير كم مانس؟ 12. يبقى 3 تايم 12 و 18. 3 تايم 12 بكام؟ ب 36 تو 18. نعمل ديفايد 18 مره واحده، هنا 18 ب 1 وهنا 18 ب 2، تبقى 2 تو ايه؟ تو 1. 12 ايرات 1.25 فدان. طبعا الفدان اكبر من الايرات، يبقى من الفدان للايرات هنعمل ديفايد تايم 24. ماشي. احنا قلنا من شويه فدان، وبعد كده ايرات، وبعد كده سهم. الفدان 24 ايرات، يبقى الفدان نعمله تايم 24، نجيب الايه الايكوال. طيب احنا حولنا هاي الايرات زي ما هو، والفدان 1.25 تايم 24 اداني 30. كان نعمل سمبليفاي ال 12 وال 30 يعني لهم ينفعوا ديفايد 2، فهدي لك هنا هنا ديفايد 2 بكام؟ ب 6، وهنا ديفايد 2 ب 15. ال 6 وال 15 ينفعوا برضه ديفايد 3 و 3.
6 divide 3 ب 2 وال 15 divide 3 ب 5 يبقى هيديلك في الاخر 2 5. زي ما قلنا لما تيجي تحسم تعمل سمبليفاي مش لازم انك تعملها على خطوه واحده، ممكن تعملها خطوتين ثلاثه، المهم انك في الاخر توصل لاصغر رقم ايه ممكن. ناخد اسئله كمان. 300 متر و5 كيلومتر، الكبير اللي هو كيلومتر، يبقى نحول من كيلومتر لمتر. 5 كيلو ايكوال كم متر؟ يبقى 5 كيلو ايكوال 5000، يبقى 300 و 5000. وبعد كده نعمل سمبليفاي، شيل زيروهين مع زيروهين هتبقى لك 3 وايه و50، طبعا ما لهمش ايه سمبليفاي. 3 اند هاف لتر و 2500 ملي، هنحول لتر الملي هنعمله تايم 1000 فيدي لك 3500 و 2500، نشتال زيروهين مع زيروهين هتبقى لي 35 و 25، الاثنين ينفعوا ديفايد 5 هيدي لك 7 تو ايه 25. 400 جرام و 2 كيلو جرام، نحول الكيلو لجرام نعملها تايم 1000 تبقى هنا 400 تو 2000، وبرضو قلنا نشتال زيروهين مع زيروهين هيدي لك 4 و 20، نعمل ديفايد 4 هنا ب 1 وهنا ديفايد 4 ب 5 تبقى 125. من بيستر ل ال اي، بيستر اللي هي القرش وال ال اللي هي الباوند، طبعا الباوند اكبر فنعمل هنا تايم 100 تبقى 25 بيستر ل 200 بيستر. وبعد كده نعمل ايه السمبليفاي بتاعتنا، هنلاقي تنفع ديفايد 25 مره واحده، هنا ديفايد 25 ب1 وال200 ديفايد 25 بكام؟ ب8 تبقى 128. 5 ويكس و25 دايز، 5 ويكس و25 دايز، نحول الداي لويك ولا الويك لداي؟ طبعا الويك لداي لان الويك اكبر، يبقى 5 تايم 7 ب 35 تو 25، ونعملها سمبليفاي هنلاقيها حتى زي ديت اهي بس من غير الزيروهات فهتطلع برضو كام؟ 725. درس النهارده زي ما احنا شايفين كان بيعتمد على اليونتس، لازم نحفظ اليونتس اللي عندنا كلها لان هتجيلنا اي سؤال من ده في الامتحان، ماشي؟ وفي نهايه الدرس اتمنى تكونوا استفدتوا من درس النهارده، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله من برنامجكم ماس فور فري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.